أولا، ما هو الموقف الدولي تجاه إعلان ما يسمى الإنقلابيين حكومة في صنعاء؟ أولا اسمحوا لي أن أقول أنه أنا جئت في زيارة لفخامة الرئيس، للقاء مع فخامة الرئيس للحديث بكل ما نقوم به أخيرا من جولة من أجل أن نرجع مرة أخرى إلى طاولة النقاش وإلى طاولة الحل السلمي. وجئت من أجل رسالة احترام وتقدير لفخامة الرئيس وتكرار على أن المجتمع الدولي الممثل بمجلس الأمن بالدول ال 18 يؤكد أن الشرعية هي شرعية فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الدكتور أحمد بن داغر، وهذا ما أكد عليه جميع أعضاء مجلس الأمن الذي التقيت معهم أخيرا والدول ال 18. وهذه الرسالة اللي أساسا جئنا من أجل التأكيد عليها، وأنه لن يكون هناك حل إلا بمشاركة الشرعية وبمشاركة كل الأطراف على الطاولة. أنتم تعلمون أنني التقيت أخيرا مع الإخوة أنصار الله والمؤتمر في مسقط، وتحدثنا كذلك في كل المبادرات اللي مطروحة، وخاصة المبادرة ما سميناها الخريطة. واليوم ما لمسته أنا شخصيا لدى فخامة الرئيس هو كثير من الإيجابية، خاصة أن فخامة الرئيس ذكرني بالالتزام بالمرجعيات الثلاثة اللي هي كما تعلمون قرارات مجلس الأمن، المبادرة الخارجية، ومخرجات الحوار الوطني، وأنه أي حل يستند إلى هذه المرجعيات أنه مستعد أن يلتزم به. وما كرر لي فخامة الرئيس هو أنه اليوم، وهذا الشيء أنا مرتاح عليه كمان، سلمني ثاني الحكومة ورقة ملاحظات على الخريطة التي طرحت أخيرا، وهذا بالنسبة لي تعامل إيجابي، لأنه على الأقل هناك ملاحظات تسمح أن نبدأ النقاش ونبدأ، لأنه نحن نكرر أنها هي خريطة وليست اتفاقية. الخريطة تسمح أن نبني اتفاق للمستقبل، وأنا إن شاء الله سأحاول أن أخذ الملاحظات التي تحصل عليها من الجميع، ونبدأ نحضر إن شاء الله أولا لوقف إطلاق النار، وثانيا لجولة جديدة من المفاوضات. بالنسبة لسؤالكم الذي يتعلق بالحكومة التي أعلنت أخيرا في صنعاء، أنا أريد أن أذكركم بالبيان الذي طلع من مكتبي أنا شخصيا قبل يومين، والذي كرر أن هذه ليست خطوة إيجابية، وأنها لا تخدم الشعب اليمني في الوقت الحالي، وأنها تتنافى مع ما سمعناه في لقاءاتنا الأخيرة مع الإخوة في صنعاء وكذلك في مسقط، وكذلك الالتزامات التي قدمت للوزير الخارجية الأمريكي كيري بأن لن تكون هناك خطوة أحادية جديدة، يعني تتنافى مع الروح التي نريد أن نبني عليها من أجل التقدم إلى مفاوضات جديدة. إذا موقفنا من هذا موقف واضح، هي حكومة غير شرعية، والمبادرة مبادرة أحادية ولا تخدم مصلحة الشعب اليمني في الوقت الحالي. كيف تقيمون لقائكم بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي في العاصمة المؤقتة عدن؟ كان لقاءنا لقاء إيجابي، وسلمونا ورقة فيها ملاحظات الحكومة على الخريطة، وأنا ما لمسته لدى فخامة الرئيس هو تعاطي إيجابي وتأكيد على دور الأمم المتحدة وعلى أهمية أن ليس هناك حل إلا عن طريق الأمم المتحدة. هذا الشيء كمان سمعته من فخامة الرئيس، وأظن ممكن نبني على هذا من أجل إن شاء الله التقدم إلى المستقبل. شكرا جزيلا. شكرا.